افتتح الأستاذ أمين بعباد مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت الدورة التدريبية المهارات الأساسية في الإسعافات الأولية المجموعة الثانية، وأكد المدير بعباد على أهمية الإسعافات الأولية في تجنب تفاقم الإصابات وتحسين فرص النجاة في حالات الطوارئ، مشيرا إلى أن الإسعافات الأولية تمثل أبسط أساسيات الرعاية الصحية للمرضى أو المصابين بأي وعكات صحية مفاجئة أو لدى تعرضهم لحوادث طارئة خصوصا في الدقائق الأولى، الأزمات والإصابات والحوادث. منوها إلى أن هذه الدورة جاءت حتى تكتسب فرق الصحة المدرسية الخبرات والمهارات اللازمة التي تجعلها تتعامل بشكل سلس وسليم مع الحالات الحرجة.